ازيكم؟ معاكم سارة سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن ازاي البس قميص ابيض او جاكيت ابيض بكذا طريقه ويبقى شكله مختلف. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. تمام، بصوا، في ناس قليله قوي بتلبس جاكيت بيضه، وفي ناس قليله قوي بتلبس قمصان بيضه كجواكت. يعني انا اول ما قلت عايز اجيب قميص ابيض او جاكيت ابيض، الناس كلها بصت لي واستغربوني قوي. يعني قالوا لي قميص ابيض او جاكيت جينز ابيض ازاي؟ يعني الدارج اسود او ازرق، يعني الابيض ده هيتوسخ على طول، مش هيلاقي على حاجات كتير كده. يعني المهم ان انا قعدت الف عليه لحد لما لقيته. تمام، بعد ما اشتريته بقى لقيته نزل كتير قوي. فماشي، جبت قميص ابيض او جاكيت ابيض. هو جاكيت بس، هو يعني ستايل القميص، بس هو جاكيت بحزام كده، جاكيت هتشوفوه. المهم ان انا بتنزل بيه كتير، لان انا كنت نفسي فيه من زمان قوي، فبتنزل بيه. حسيت ان هو عملي قوي بالنسبه لي، وما بي يعني انا كنت حاطه في دماغي ان هو هيتوسخ من اول نزله. لا، هو اتوسخ من تاني نزله. بصوا، انا هقول لكم حاجه لازم نحافظ عليه، يعني ده كلام مش هينفع ان انا اتكلم اقول غيره، عشان لو انا قلت غيره يبقى انا كدابه. يعني انا مش هبقى كدابه. طيب تعالوا بقى نشوف الصور انا نسقته ازاي. ماشي، معاكم اول صوره. اول طقم انا كنت لابساه، الطقم ده كان الجيبه دي انا كنت جايباها من شي ان، عملت الريفيو عنها قبل كده، وهحط لكم الفيديو علشان تشوفوا انا كنت جايباها بكام وازاي، علشان دي لها قصه. المهم انا كنت لابساها على تيشرت اسود برضو كنت جايباه من شي ان، ولابسه بقى الجاكيت الابيض عليه، وكان شكله حلو قوي. تمام، فحسيت ان هو شكله حلو ولايق على الجيبه، ابيض في اسود كده وبطريقه كويسه. هو جاي على بيش فاتح خالص، مش ابيض صريح. تمام، ده اللي انا لقيته، بس هو نفس فكرته، هي كانه ابيض. يعني الناس اللي بتشوفه يقولوا ده ابيض. وبعد كده عندي الطقم التاني، لبسته برضو على جيبه، بس الجيبه كانت لونها اللي هي اللبني شويه او المخضر ده شويه. على فكره انا اللون ده انا مش بحبه بجد، بس انا جبته علشان كنت نفسي في الجيبه دي، وما لقيتش غير اللون ده ساعتها فاشتريته. فعشان انا ما بحبش اللون ده قوي، فعملت فيديو مخصوص ازاي انسق الجيبه دي بطرق كتير. برضو هحط لكم الفيديو علشان تشوفوا انا نسقته على كذا لون، لان انا ما بحبش اللون ده، فحاولت ان انا احبه. فانا حبيته عشان انا لبسته يعني لبسته بكذا طريقه. فانا لبسته برضو على تيشيرت دونتيل كان عندي بقاله 6 7 سنين، لبسته دخلته جوه الجيبه، وطبعا لبست البنطلون المحترم القطن اللي احنا بنتكلم عليه، ولبست برضو الجاكيت البيجي الفاتح او الابيض على طرحه بيضة، وكان الطقم برضو جميل. ماشي، حسيت برضو ان هو شكله حلو وعملي وفتح لي الطقم. طيب نيجي بقى على الطقم اللي بعده، وهو قميص شكله الخنفسة كده. انا بقى كل ما البس الطقم ده احس ان هو ستايل الخنفسة، والله مسميه ستايل الخنفسة. يعني فجأة كده وانا عايزه اخرج اقول انا هلبس ستايل الخنفسة النهارده. القميص ده انا كنت جايباه من بورسعيد، برضو اتكلمت عنه قبل كده، هحط لكم الفيديوهات. انا اعتبر انا هحط نشر هدومي كلها على اليوتيوب يا جماعه، نشر هدومي كلها. يعني بصوا الدنيا معايا مظبطه نفسي ومظبطاكم معايا. المهم بقى ان انا لبسته على بنطلون منفت عادي جينز، ولبسته على الجاكيت، ولبسته بقى طرحه فيها كلر كتير، فيها الوان كتير، بس هي الطرحه مش باينه قوي، علشان انا المفروض اعمل الطرحه كده. يعني المفروض لما نيجي نصور نعمل الطرحه كده. طبعا انا ببقى مستعجله، لان الحاجات دي انا كنت يعني اللبس ده انا كنت نازله بيه حقيقي، يعني ببقى مستعجله ان انا عايزه اصور بسرعه وانزل، عشان لو نزلت من غير ما اتصور مش عايزه اقول لكم انا ببقى راجعه عامله ازاي، ببقى شعري عامل كده. وبصوا مش عايزه اقول لكم، اكيد يعني اللي بيخرج عارف. بس في حاجه انت هتلاحظوها، ان في كل الاطقم ده انا ما بلبسش غير بوت ابيض، فده معلق معايا مع الجاكيت ده، مش عارفه يعني لازم كده، المفروض اغير، بس مش عارفه دماغي راكبه كده دلوقتي. ممكن بعد كده البس كوتشي ابيض او كوتشي اسود، يعني المفروض البس اي لون عادي، انا مش عارفه ليه. المشكله ان البوت وجع لي رجلي قوي، ومصره ان انا البسه برضه، والله مش عارفه ازاي. ما علينا، نخش بقى على الطقم اللي بعديه، وهو ان انت ممكن تلبسي الجاكيت ده على ابيض في ابيض. يعني ممكن تلبسي بنطلون ابيض بس نفس الدرجه على تيشيرت ابيض على طرحه، ممكن تلبسي طرحه لونها ابيض بس يكون فيها نقشه بسيطه عشان تكسري اللون، وتلبسي الجاكيت برضو هيبقى شكله عسول قوي، اللي هو طقم كده يعني صيفي قوي. ماشي، صحيح، كمان لبست الجاكيت ده على بنطلون واسع،
وتيشيرت وهاي كول ابيض كنت برضو جايباه من شيان، والبنطلون ده كنت جايباه من ال سي، ولبست برضو الجاكيت الابيض وعلى طرحه بيضه، بحس ان هو لازم البس عليه طرحه فاتحه زيه عشان يبقى شكله حلو. ممكن البس طرحه غامقه بس على اطقم تانية بقى لسه مجربتهاش بصراحه. يعني انا قلت ايه الحق معاكم اللي انا لبسته، عشان انا الجاكيت ده يعني انا بلبسه لبس، او ممكن يكون ورايا اصلا، لا مش ورايا اصلا لسه قلعاه من شويه. حتى اخر فيديو لو انتوا تابعتوه، الفيديو الاخير او اللي قبل الاخير، هتلاقوني كان الفيديو بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن ايه انا ناسي بيتكلم عن ايه، بس كنت لابسه الجاكيت برضو، بس كنت مقفلاه بقى قميص، يعني كان لابسه كانه قميص. بس كده معنى كده ان احنا ممكن نشتري الحاجه الفاتحه ونحافظ عليها وهتمشي على كذا طقم، وهو عملي قوي. فانت لو نفسك تجيبي جاكيت ابيض هاتيه، هيليق على كل حاجه زي الاسود بالظبط، يعني هو يعتبر من الالوان الاساسيه اللي لازم تكون في دولابك وهاتيه. بس يعني ايه، اوعي وانت بتاكلي توقعي عليه حاجه، تشربي توقعي يعني كده، ايه نحافظ عليه علشان ايه. انا والله ببقى ماشيه عارفه كاني ماشيه منغمه، يعني بفضل ماشيه كده مخليه بالي منه ان حد يوقع حاجه، انا باكل حاجه شويه هلبس مريله يعني، فهو ده بس مشكلته. طبعا احنا عارفين الموضوع ده. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك تابعيني الفيديوهات الجاية، ويلا باي باي.